على إثر عملية المنع اللي تعرضوا لها الزملاء الصحفيين في المواقع الإخبارية، يعني من خلال منعهم على عدم التصوير المحاضرة ألقاها اليوم الأستاذ عبد الله الهاري التي سلط من خلالها الضوء على ما يسمى بالإسلام السياسي. ولا كنا كنهضروا حنا على الإسلام السياسي كونوا أحد الركائز الأساسية التي تربط المواطن يعني بممارسة السياسة من منطق من مرجعية إسلامية، كان بالأحرى على نزل العدالة والتنمية الذين يمارسون السياسة باسم الإسلام أن يفتحوا المجال يعني للزملاء الإعلاميين على أساس تغطية هذا الحفل الكون. أما المحاضرة لا تهم الأشخاص المنتسبين لحزب العدالة والتنمية فقط، بل تهم الرأي العام ككل. لهذا فإن هذا يعتبر احتكار للرأي، ونحن بصفتنا كفاعلين في المجال الإعلامي يعني نستنكر هذا الفعل الشنيع وندينه بشدة، كونه لا يتماشى مع أحد الأعراف التي تنص عليها يعني الحرية بصفة عامة. ومن خلال تتبعنا لما دار داخل المحاضرة التي انعقدت هذا المساء، نعتبر أن مداخلات القائمين على حزب العدالة والتنمية كانوا يجرون حملة انتخابية سابقة لأوانها على أساس كسب أصوات المواطنين في الانتخابات الجماعية المقبلة. وحتى هذه المحاضرة التي انعقدت في هذه الفترة تطرح من حولها أكثر من علامة استفهام. علاش الناس ديال العدالة والتنمية ما قاموش بعقد مثل هذه المحاضرات في السنين السابقة؟ حيت حنا كنعرفوا باللي حزب العدالة والتنمية ماشي حديث النشأة، عنده مدة سنة أو ما يفوق يعني على المستوى المحلي. لهذا إذا كان حزب العدالة والتنمية يكون هو الحزب الذي يسير الشأن العام، يمنع من تنظيم محاضرة بالفضاء العمومي، فكيف يمكن له أن يسير الدولة؟ هل سيقول رئيس الحكومة كعادته السابقة أن الأمر يتعلق بالتماسيح والعفاريت وبلغته المعروفة، فهمتني ولا لا؟ نحن فهمناها بمنظور آخر، أنه يعني الأمور ليست في أيديكم وأنتم مجرد يعني
لا مجرد يعني ورقة احتياطية تم استعمالها في هذه الظرفية على أساس خلق نوع من التوازن السياسي على مستوى الإقليم جراء انتفاضات الربيع العربي التي أطاحت بمجموعة من المستبدين يعني في كل من مصر تونس ليبيا اليمن وسوريا التي ما زالت طرفها مستمرة. لهذا فإننا ندين مرة أخرى مثل هذه السلوكات، ومن غير المستبعد أن يجتمع الزملاء الإعلاميين في أقرب وقت ويصدروا برنامجا نضاليا على أساس التصدي لمثل هذه الممارسات لا تتماشى والأعراف المتعارف عليها داخل المجال المتعلق بالحرية.